نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ظهور بؤر جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور H10 في مصر. وأكد المركز بأنه لم يتم رصد أو تسجيل أي بؤر إصابة بسلالة إنفلونزا H10 الطيور من محافظات الجمهورية، ومشددا على تكثيف لجان التقصي النشط التابعة لوزارة الزراعة حملاتها بكافة المحافظات كإجراء احترازي لأجل التعرف على أي أمراض وبائية تصيب الطيور، وذلك مع إجراء فحص دوري شامل للطيور وسحب عينات منها لتحليلها بمعمل بحوث صحية الحيوان، ومشيرا إلى قيام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بإدراج مصر رسميا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.